الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس، أهلا بكم اليوم في درسنا الذي تم دراسته من قبل، هو لعبة العنبر. هيا معي الآن سنقرأ النص قراءة صامتة ونستطيع أن ندرك توجيهات لعبة العنبر ونتمكن من الإجابة عن الأسئلة إجابة صحيحة. وهذه الحصة الثانية للعبة العنبر. هيا معي عزيزي الطالب، قم بفتح كتاب صفحة 64، لا تنسى أن تكتب تاريخ اليوم 30 مارس 2020 ميلادية. هيا معي، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة. عبارة لا أفقه منها شيء، هي لا أقبل منها شيء، أم لا أفهم منها شيء، أم لا أدرس، أم لا أعلم إلا القليل. أحسنت، لا أفقه منها شيء. كان قويا يافعا، كلمة يافعا هل كان قويا سمينا رشيقا، كان قويا صغيرا، كان قويا شابا. أحسنت، شابا. العمل بروح الفريق المتنافس النزيه، كلمة النزيه، المتنافس الذي أخلاقه عالية، أم الذي أفكاره جديدة، أم لا يقبل الخسارة، أم عضلاته قوية. أحسنت، أخلاقه عالية. هكذا عزيزي الطالب عليك أن تحرص على إجابة هذا السؤال، وذلك بالمقارنة بين الاختيارات التي أمامك. الآن سننتقل معا إلى الصفحة التالية. نظرت من النافذة فإذا بهم قد أعدوا بعض العلب الفارغة وكرة صغيرة من المطاط في ضوء هذه العبارة. أجيب، لماذا يعد الأطفال العلب الفارغة وكرة المطاط؟ يا ترى لماذا؟ هيا. أحسنت، استعدادا للعب لعبة العنبر. السؤال التالي، أين تلعب غالبا مثل هذه الألعاب الشعبية؟ هي نعم، يمكن أن ألعبها في الحارات القديمة والقرى والأندية والحدائق العامة. أحسنتم، يمكنك أن تضيف الحدائق العامة. ما الفائدة التي تحققها الألعاب الشعبية لشخصية الطفل؟ بمعنى الجانب الصحي، يقصد به أي ما الذي يعود من هذه اللعبة كفائدة على صحة من يلعب، وعلى شخص من يلعب، وعلى من يلعب، وعلى المجتمع حوله. هيا، الجانب الصحي هو اللعب والنشاط، لأن اللعب يفيد صحة الإنسان والنشاط، بالتالي لأن العقل السليم اتفقنا أنه في الجسم السليم. الإنسان إذا كان يلعب ويمارس الرياضة ويجري، هذه لعبة جميلة فيها حركة لجميع الجسم، إذن هي تفيد الجانب الصحي لديه. الجانب الشخصي أنه يلعب، أنه يرفه عن نفسه، أنه يقوم بالتقارب من أصدقائه. والجانب الاجتماعي هي العمل بروح الفريق الواحد. أحسنتم أيها الطلاب. الآن ينقسم النص التوجيهي إلى ثلاثة أقسام واضحة. النص الذي قمنا بدراسته لعبة العنبر هو عبارة عن ثلاث فقرات. أمامك عزيزي الطالب ثلاثة عناوين، عليك أن تضع العنوان المناسب لكل فقرة. عليك أن تقوم بقراءة النص قراءة صامتة وأن تجيب هذا السؤال. هيا، انطلاق اللعبة. أحسنت، إنها الفقرة الثالثة. الإعداد للعبة الأولى. توجيهات اللعبة هي الفقرة الثانية. إذا قمنا بترتيبها، أولا لكي نلعب اللعبة يجب أن نعد إليها أدواتها، وهن هي علب الصفيح والكرة المطاط. ثم بعد ذلك عليك أن تقوم بإلقاء توجيهات اللعبة أو إرشادات اللعبة على اللاعبين أو على الفريق، كل من فريق الهجوم وفريق الدفاع. وفي النهاية الجميع مستعد، هيا بنا للانطلاق إلى اللعبة. أحسنتم. أريد أن أعرفك أيها عزيزي الطالب أن النص التوجيهي يراد به هو أولا التوجيهات، يقصد بها الإرشادات. وأنا لكي أقوم بإرشاد أحد يجب علي أن أقوم باستعمال أسلوب الأمر أو أسلوب النهي. مثلا أريد أن أنصح طالب، أقول له إيه؟ استيقظ مبكرا، لا تهمل دروسك، أقم صلاتك، لا تترك الصلاة. انظر، استخدم أسلوب الأمر أحيانا واستخدم أسلوب النهي أحيانا. هكذا دائما يكون النص التوجيهي باستخدام أسلوب الأمر وأسلوب النهي. من خلال نص العنبر عليك أن تقوم بالبحث عن أسلوب الأمر وتقوم بكتابته في مربع هذا وفي المستطيل هذا، وعليك أيضا أن تبحث عن أسلوب النهي في هذا المستطيل. هيا، أحسنت،
سدد الكرة، اهرب، انتشر، احذر، استخدم هذه العصا، ابذل قصارى جهدك، اهتف. انظر، جميعها أفعال أمر تم استعمالها لكتابة النص التوجيهي. لا تنسى أن من حقك المحاولة مرتين، هذا أسلوب النهي. أحسنتم أيها الطلاب، هكذا يمكنك أن تميز بين أسلوب الأمر وأسلوب النهي. أسلوب الأمر باستعمال فعل الأمر، أسلوب النهي باستخدام لا الناهية زائد الفعل المضارع. لا تنسى، لا تقطف، لا تلعب، لا تجري، هكذا. الآن عزيزي الطالب، انزل لهذه الصفحة. تعد الألعاب الشعبية جزءا من تراث كل شعب. من تراث كل شعب أي خاصة بكل شعب، يعني سواء الأبناء. وتتميز سلطنة عمان بعدد كبير من الألعاب الشعبية، لكنها مهددة بالانقراض، أي مهددة بالاختفاء مع مرور الأيام، طبعا نظرا لأن احنا لدينا ألعاب إلكترونية وألعاب الفيديو وجميع ألعاب فردية. في ضوء العبارة السابقة، أبدي رأيك في كيفية المحافظة على هذه الألعاب. كيف يا عزيز الطالب تتمكن من إيجاد حل لكي تحافظ على هذه الألعاب وتشجع على ممارستها؟ أريد منك أن تفكرها في هذا وتعطيني الإجابة وتكتبها بنفسك في دفترك. أيضا أوازن مع زملائي بين لعبتين، أحدهما شعبية وأخرى حديثة. أحدد فوائد كل لعبة ومضارها، يعني أضرارها، ثم أكتب عنها مقالا يوضح نتائج هذه المقارنة بين اللعبتين. مثلا أنا أمامي لعبة شعبية مثل هذه اللعبة، لعبة العنبر، وأخرى حديثة مثلا مثل مثلا أي لعبة إلكترونية أنت تقوم باللعب بها أو باللعب عليها. عليك عزيز الطالب أن تكتب فوائد كل لعبة وأضرار كل لعبة، سواء كانت الشعبية أو الحديثة، وتضع هذا في مقارنة من خلال مقال تقوم بكتابته. ثانيا، اختار لعبة من محيطي، وهذا نشاط واجب. اختار لعبة من محيطك الذي حولك وألعبها مع زملائك في ساحة المدرسة. بما أننا لسنا هنا في هذا المجال للمدرسة الآن، عليك أن تقوم عزيزي الطالب بحل هذا النشاط، أقصد به هذا، وازن بين زملائي بين لعبتين أحدهما شعبية وأخرى حديثة. انظر، أريد منك أن تقوم بحل هذا النشاط داخل دفترك هذا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. إلى لقاء جديد إن شاء الله.